أولا وأهم درس هو التوازن في الوجبات. ليس شيء ممنوع، ما في شيء ممنوع، ما في شيء اسمه ممنوع، كل شيء متاح لك. نفسيا يكون مرتاح المريض مهما كان، إن إما كبير أو طفل يكون مرتاح إنه كل شيء مسموح لي. ولكن الكميات، يتعلم التوازن، أن دائما كل وجبة لازم فيها أنواع من الوجبات. طبعا أول شيء نعلمه شو هي الأنواع، خضروات، فاكهة، كربوهيدرات ولحوم وسكريات بشكل عام. هذا أول شيء المبدأ. وثانيا أنه يأخذ كمية معينة من كل نوعية، أنه يقلل من جميع الكربوهيدرات، النشويات. نعم، يعني النشويات. البطاطا الحلوة هل يعني تعتبر أكثر من بطاطا هاي فيها سكر أكثر مثلا؟ نعم، لأنها حلوة فيها كمية أعلى من أي شيء. علم بطريقة مبسطة، أي شيء حلو فيه سكر. بسيطة جدا، شيء بديهي. فمثلا من هذه المجموعة من الوجبات من النشويات ناخذ شيء واحد، مثلا البطاطا ياخذ كمية صغيرة منها بس يسمح لنفسه انه ياكلها. بعدين ياخذ كمية اكبر من الخضروات مثلا ويركز عليها في الوجبة، تكون هي الكمية الاكبر على الصحن مثلا. وبعدين قطع صغيرة من اللحم اللي منها اللحوم، الدياي، السمك، هذه ياخذ قطعة منها. وعلى اخر شيء ياخذ كميه صغيره جدا من الحلاوه. بس مثلا كمثال ان مريض ياكل 40 قطعه تمر في اليوم غير مقبول. 40 قطعه هذا لو كبير بياكل 40 قطعه، لكن لو صغير راح ياخذ اللي شفتين الشوكولات الصغيره هذه. نعم، واحده ورا واحده ورا واحده. او شوكولاته النوتيلا. او النوتيلا مثلا. الفواكه المجففه دكتوره، شو رايك فيها؟ الفواكه المجففه فيها فيتامينات مركزه، ولكن المشكله فيها ان فيها سكر مركز ايضا. فنصيحتي ان يخففون منها. الفريش افضل يعني؟ افضل. والمكسرات شو رايك في المكسرات؟ المكسرات مسموحة بشكل عام، ولكن أيضا ترفع السكر، فيعتمد على المريض. أنا اكتشفت أن في مرضى خاصة اللي يأخذون الإنسولين النوعية الأولى من السكري، يوم يأكلون المكسرات يرتفع السكر فيهم بدرجة عالية. ولكن معظم المرضى المكسرات مسموحة فيهم لأن لا ترفع السكر بدرجة عالية. لكن الدرجة الأولى المكسرات ترفع لها السكر. إن يتابعون حالتهم، مثلا إذا أكلوا مكسرات يشيكون على السكر ويتأكدون.